مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. الانتخابات النيابية المقبلة في العراق. تترقب الأوساط السياسية والشعبية في العراق ما سيجري يوم الأحد المقبل، إذ سيكون عراقيو الداخل على موعد جديد مع الانتخابات، لكن هذه المرة ستكون مبكرة وفي دورتها الخامسة. وعلى الرغم من الدعم الحكومي للانتخابات والتحفيز المقدم من رجال الدين والمرشحين المستقلين وزعماء الكتل والقوى السياسية المشاركة، إلا أن الترجيحات ذهبت إلى اختصار التصويت على جمهور معين لا على جمهور واسع كالانتخابات في دوراتها السابقة. والدعاية الانتخابية لغالبية جمهور الأحزاب والكتل السياسية المشاركة حاليا في العملية السياسية شهدت تنظيما عالي المستوى. يقول المراقبون إن من يتابع مؤتمرات الأحزاب الانتخابية يصل إلى نتيجة مفادها أنها منظمة ولها جمهور مؤمن أو مقتنع وسيذهب إلى صناديق الاقتراع، وهذه الأحزاب تراهن على مقاطعة الغالبية الصامتة لتمرر مرشحيها إلى البرلمان. وهذا الخيار للناخب، إما أن يعاقب هذه الأحزاب ويبحث عن وجه جديد يمثله، أو يستكين لليأس في بيته بحجة أن شيئا لن يتغير، خاصة أنه لا وجود لحد أدنى من نسبة المشاركة تمنح الشرعية أو تنفيها في أي نظام انتخابي في العالم، حتى لو بلغت نسبة المشاركة 1% فقط، لأن الانتخاب حق وليس واجبا. لذا لا بد من النظر إلى الانتخابات باعتبارها انعكاس لعملية إصلاح متعثرة ومسارا لترك النظام الانتخابي القديم ذي الصوت المتحول والدائرة الانتخابية الكبيرة لصالح نظام الصوت غير المتحول والدائرة الانتخابية الأصغر وصعود الفائز بأعلى الأصوات. ورأى المراقبون إنه يفترض في هذا النظام الجديد أن يضعف نفوذ الأحزاب التقليدية ويقوي تأثير الصوت المحلي، لكن تغيير النظام الانتخابي ليس ضمانا لمنافسة عادلة من دون وجود قانون للأحزاب السياسية قابل للتنفيذ، يحرم القوى النافذة من امتلاك السلاح والحصانة وقدرة السيطرة على بعض المفاصل الحكومية والأمنية لتوجيه الانتخابات لصالحها، خاصة وأنها وضعت سقفا يحد من قدرة النظام على إصلاح قواعد التصويت خارج الحيز التقني الإجرائي الذي سنته بمفردها.